عن قيادة عمليات بغداد، كيف تدعو مواطنيها بالالتزام مع قرب التعداد السكاني في المحافظة. قيادة عمليات بغداد تدعو مواطني العاصمة للتعاون واتباع التوصيات والإرشادات الخاصة بعملية التعداد السكاني الصادرة عن محافظة بغداد. طبعا فريق التعداد السكاني شباب وبنات، هم أخوتكم وبناتكم مكلفين من قبل وزارة التخطيط، لديهم مهمة عملية جرد التعداد السكاني. يتطلب من كل دار سكني معلومات عادية جدا، دعوة أنه تتعاونون ويا كل الموظفين اللي طبعا ضحوا طبعا بالتعب، بتعب وبأنه يتجولون بالمناطق بهاي الأجواء الحارة وبساعات طويلة خلال يومين حتى يقدموا لكم خدمة، وهي خدمة جرد التعداد السكاني. فلما يجون يدقون الباب أكيد أغلب الناس عندهم كاميرا، راح يعرفون هذه الجهة يعني خاصة بالتعداد السكاني، أكيد عندهم أوراق تبين، يعني مو عصابات مثلا وتدق الباب وأنتم ما تفتحون الباب لهم. بالتالي تطلب منكم يا أما سند البيت يا أما عدد أفراد الأسرة وعدد أفراد، يعني معلومات جدا بسيطة. وأيضا دعت أنه يكون تعاملكم ويا هؤلاء الموظفين تعامل بسيط شفاف، تقدموا لهم غلاس مي إذا الدنيا حارة، تخلوهم يدخلون للبيت لدقائق معدودة حتى يخدموكم وأيضا بنفس الوقت تخدموهم.